اسمحوا لي اقعد عشان انا خايفه الحاجه تقع، لان الحاجات اللي مخلصينها المره دي كتير عشان تحويشه كام شهر. فيلا بينا نشوف الفيديو ده هيوصل معانا لايه. سلام، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. فيديو النهارده امبتز او الفوارغ، حاجات خلصناها كام شهر اللي فاتوا وهقول لكم رايي فيها، عجبتني ما عجبتنيش، هجيبها تاني لا مش هجيبها، اوعوا تجيبوها. هنشوف دلوقتي، ما تنسوش تعملوا طبعا لايك للفيديو ده وتكتبوا لي كومنت حلو، وغير كده طبعا تابعوني على الانستجرام. وبنات بجد اخر الفيديو عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا 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 عشان ما يتنصبش عليكم، عشان حصلت عملية نصب حلوة كده على حد مشهور انتوا عارفينه وبتحبوه، فلازم تسمعوا الفيديو للآخر بجد علشان الموضوع بجد بقى مستفز جدا. فيلا بينا نبتدي. زاوية التصوير دي جديدة، قولولي حلوة ولا لا؟ تعالوا كده نبتدي. اول حاجة الغسول ده من ايفون، اللي هو الغسول الفوم بتاع ايفون اللي هو فلافي فوم كلينزر مات، وده اللي هو بالرز. الغسول ده جدا رائع، جدا جميل، حلو جدا، انا بحبه قوي. هو يعني من جوه زي المية، بس لما اهو لما بتدوسي عليه بيطلع حبة فوم. طبعا الفوم ده تلاقيه فوم ناشف شوية لانه اصلا اوريدي خلصان، فده بيبقى شكله. بتاخديه وتبتدي بقى تغسلي بيه وشك زي ما انتوا بصوا، هو ناشف يعني لانه هو خلصان تمام، بس المفروض ان هو بيرغي وحلو جدا وخطير وبينظف البشرة. بس انا عامة الغسولات الفوم انا بحب استخدمها خاصة الصبح او في وسط اليوم، لو انت خرجتي ورجعتي وعايزه تغسلي وشك ومش عايزه تغسلي وشك بغسول تقيل، الغسولات الفوم بتبقى ناعمه جدا على البشره وبتنظف البشره وبتبقى حلوه قوي. ما بستخدموش بصراحه في ازاله الميك اب، مش بحس بالنظافه قوي عامه مع الغسولات الفوم، مش ده بس، عامه في الغسولات الفوم فما بحبش اشيل بالميك اب، لكن استخدام سكين كير بالصبح فانا بحبه جدا جدا استخدام الصبح او في وسط اليوم، خطير وبحس ان هو بينظف بشرتي كده وبحس ان بشرتي بعده مش ناشفه قوي. الحاجه اللي خلصتها بعد كده هي السيرم ده من سكين سايد اللي هو النايسنامايد سيرم، من احلى السيرمز اللي موجوده في السوق المصري حاليا هي السيرمز بتاعت سكين سايد، او بالذات النايسنامايد عشان هو ده اللي انا جربته حاليا. جدا خفيف، الباكجنج بتاعه حلو جدا، طبعا هو خلصان بس هو خفيف جدا على البشره، يعتبر كده زي الميه، ما بيسيبش اي ملمس تلزيق، البشره بتشربه بسرعه، بحس مع الوقت فعليا ان هو بيقلل من مظهر المسام او عامه افراز الدهون اكتر، يعني من موضوع المسام دوت بيقلل من افراز الدهون، وكمان بحس ان هو بيفتح الاماكن الغامقه مع الاستخدام المستمر، يعني فاهمين مش من اول ما تستخدميه. لكن هو بالنسبه لي هو سيرم حلو جدا، طول فتره استخدامي ليه كنت بحس فعلا انه بيقلل ظهور الحبوب، فعجبني جدا واوريدي قررته تاني، مش هكرره تاني، انا اوريدي قررته تاني وعندي منه ازازه تانيه. المنتج اللي بعد كده هو النيفيا فريش شيري تمام، ده المفروض ان هو بيحمينا من العرق 48 ساعه وكويك دراي بينشف بسرعه. فعايز اقول لكم ان هو بصراحه حلو جدا، بصراحه عجبني جدا، بيخلي تحت القبط كده فعلا دراي ومش بيبقى مبلول، لا تحس ان هو كده ناشف وفعلا بيحمي من العرق طول اليوم. سيبكم من موضوع 48 ساعه ده، بس هو طول اليوم فعلا ما بتحسيش بريحه عرق، ما بيبقعش في الهدوم، ودي حاجه بالنسبه لي مهمه جدا. الريحه بتاعته بسيطة، مش ريحة قوية، لان في موزيلات عرق سبراي تبقى ريحتهم عاملة زي البرفيوم كده او السبلاش، لا ده ريحته خفيفة بصراحة، فكان عاجبني جدا جدا جدا. الفكرة انه هو بقى غالي او كل شوية عمال يغلى زيادة عن اللزوم، انا كنت جايباه ب 75 تقريبا، دلوقتي بقى سعره 95، ده اخر مرة شفته، معرفش دلوقتي كمان بقى بكام، زائد اني سمعت انا مش متأكدة، لو حد متأكد او عارف انه داخل المقاطعة، فلو هو فعلا داخل المقاطعة اكيد مش هجيبه تاني. الحاجه اللي بعد كده هي الغسول ده من بوتس، وده كنت جايباه من الصفحه بتاعت سالي ستور، لان هي بتجيب حاجات بره مصر، طبعا هسيبها لكم تحت، صفحه سالي ستور بتجيب لك اي حاجه من بره مصر، وده كنت جايباه زي ما قلت لكم من صيدليات بوتس، طبعا اي حد في بلاد الخليج اوريدي هيلاقيه بسهوله لانهم عندهم صيدليات بوتس. ده كان اللي هو الفيشيال ووش الجيلي اللي بالتي تري تمام كده، كان لونه بينك كده، الحقيقه انه كان لطيف وحلو، ما فيهوش بصراحه بالنسبه لي ما كانش فيه ميزه معينه في الغسول ده، هو كان غسول حلو بينظف البشره، لكن كانت ريحته قويه قوي للناس اللي ما بتحبش الروائح، ما حسيتش بعديه بحاجه مميزه او قبليه بحاجه مميزه، كان مجرد غسول بينظف البشره وخلاص. اللي بعد كده البادي باتر من بلانيت سبا من ايفون اللي بالديد سي مينرالز تمام، اللي هي لونها ازرق او المجموعه الزرقاء، طبعا دي انا زي ما انتم شايفين مخلصاها لاخر ثانيه فيها، طبعا هجيبها تاني، يعني ملخص الموضوع تحفه تحفه، ريحتها يا جماعه هي ريحه المجموعه دي كلها خطيره، ريحه فعلا البحر
تحسي انتي قاعده قدام البحر، ريحه الموج، الهواء، ريحه منعشه فوق ما تتخيلوا يا جماعه، ريحتها منعشه جدا، ترطيبها لطيف، مش اعظم حاجه بس ترطيبها لطيف وريحتها حلوه، بحبها بصراحه، ما بحسش ان البشره بعدها بتزيت او بتلزق، لا البشره بتشربها، ودي حاجه مش حاجه سهله في معظم البادي باتر، فعجبتني جدا. طبعا اللي بعد كده هو السكراب ده من بايولوكس، تمام، اظن انتوا كلكم تعرفوا، بس طبعا يا عيني مفيش، مش سايبه لكم تنتوفه تعرفوه، هو السكراب اهو، السكراب اللي هو لونه ذهبي ده، المفروض ان دي ماركه اماراتي، من احلى السكراب اللي انا جربتهم في حياتي، سواء في النتيجه بتاعته سواء في الريحه، يا جماعه ريحته خطيره، ريحته حلوه جدا، زائد بقى ان ريحته من الانواع اللي بيثبت على الجسم، بعد ما بتعملي السكراب وبتشطفي جسمك بتحسي ان ريحتك الريحه بتاعته ثابته في جسمك، ودي حاجه قليله جدا في السكرابات عامه، فخطير خطير خطير. وكان حجمه 500 مللي، كان كبير جدا، وعايزه اقول لكم ان ساعه لما انا جبته كان رخيص جدا، كان تقريبا ب 100 جنيه ولا حاجه، ما اعرفش دلوقتي بكام، تقدروا تجيبوه، اعتقد ان هو بيبقى موجود في السوبر ماركت الكبيره، الهايبر ماركت يعني، تمام. انا كنت جايباه من اوبن داي، فاتمنى ان انتوا تلاقوه لانه خطير وكان رخيص. الحاجة اللي بعد كده هي السان سكرين بتاع كليو، مخلصة منه ثلاثة يا جماعة، خلاص بقى يعني بجد انا بحبه جدا جدا وبرشحه جدا، سواء في السعر سواء في النتيجة سواء في ملمسه اللي البشرة بتشربه على طول، الجلو البسيط اللي بيديه بعد ما بتحطيه على البشرة، خطير بصراحة. انا السان سكرين ده مش بلقاه له عيب، انا بلقاه كله ميزات، وطبعا فكرة ان هو متوفر تقريبا في كل حتة، فبرشحه لكم طبعا وهجيبه 100,000 مرة تاني. نيجي بعد كده للسبلاشات بتاعة Bath & Body Works، وBath & Body Works يا بنات مقطعة عشان نبقى عارفين، دي واضحة ومعروفة ومقطعة، تمام كده. بس انا هقول لكم رأيي في الاتنين اللي انا جربتهم. اول واحد سويتر ويذر الاسود، لان سويتر ويذر فيه كذا لون، فالاسود بتاعهم حلو جدا، كنت بحس دايما ان هو بتاع بالليل اكتر من ان هو بتاع صبح، مش فريش، لا تحسي ان هو كده ليلي، بتاع سهره، بتاع مود حلو، فاهمين؟ فكان حلو جدا، بس ثباته كان طياري كده، يعني مجرد ما تخرجي من الحمام ريحتك حلوه، بعد شويه بلح، تمام. نيجي بعد كده ل ويكي ويكي بيتش كوكونات، تمام، اللي هو ده، تمام، ده كان حاجه منعشة بطريقة رهيبة رهيبة، بس لمحبي الكوكونات عامة هما اللي هيحبوه اكتر حاجة، لان ريحة الكوكونات فيه قوية جدا، بس منعش جدا جدا، تحسي ان انتي في الغابات اللي فيها بقى نزل عليكي بقى موز وفاكهة وحاجات كده جميلة، فكان حلو جدا، ولكن ثباته يعني ممكن اقول اعلى من التاني حاجة بسيطة، لكن موضوع ان هو بيثبت كام ساعة على الجسم وبتاع. اللي بعد كده السيرم بتاع اتس سكن اللي اسمه جرين تي، ده كان شكله بنات، ده انا برضو مخلصاه، طبعا ده سيرم كوري، كان لطيف جدا بالنسبه لي حقيقي، انا كنت بحب استخدمه جدا انا ما كنتش بحس ان هو سيرم بمعنى ان هو سيرم بيعمل حاجه للبشره، لا انا كنت بحب جدا استخدمه في الصيف كمرطب خفيف، لما اكون حاسه ان وشي مش محتاج مرطب قوي قوي، كنت بحطه، وخاصه لو كنت بحط مثلا ميك اب خفيف ومش عايزه مرطب قوي قوي تحتيه كنت برضو بحطه، فكنت ده استخدامي ليه، كنت بحبه قوي كمرطب خفيف قوي للبشره الدهنيه او السوبر دهنيه، هتحبيه قوي كده، لكن هو حاجه بتعمل مفعول معين للبشره لا، كنت جايباها من عند استريلا، لكن حاليا استريلا موقفه شغل، اتمنى ان هي ترجع تاني. اللي بعد كده هي الماسكارا دي من تشاو اللي اسمها سبيد فوليوم، تمام، تعتبر من ارخص واحلى الماسكارات اللي موجوده في السوق المصري، تمام، هي بس مشكلتها لو انت عندك مشكله مع الموضوع ده الفرشه بتاعتها بس كبيره شويه، لكن هي جميله جدا، بتطول بتكثف مش بتهبب، فكانت حلوه قوي يا جماعه، وكنت ساعتها لما كنت جايباها مش عارفه كانت ب 40 ولا ب 45 جنيه، يعني اظن لو غليت دلوقتي مش هتعدي ال 100 جنيه برضو، فاعتقد ان هي حلوه جدا جدا واختيار مناسب جدا لبنات الجامعه او للبنات اللي البادجت بتاعتهم قليله. بعد كده برضو بنات اللي خلصته هو الليب ماسك من لانيش اللي هو بتاع الشفايف، ده برضو انا مخلصاه، تمام، هل هجيبه تاني ولا لا؟ لو جات لي الفرصه قدامي ان انا هجيبه، لانه هو فعليا بيرطب، هو يا جماعه مش بيرطب البشره، هو بيحفظ الترطيب داخل البشره وبيعمل كده عازل، فلما بتنامي بالليل بتصحي تلاقي بشرتك
او شفايفك طريه، تمام؟ لو انت اوريدي بتحافظي على ترطيبها، فعشان كده هو ليب ماسك، مش حاجه بتحطيها الصبح ترطب لك شفايفك، لا هو ليب ماسك بيتحط قبل ما تنامي، فاهمين؟ فهو خطير وانا بحبه جدا. حبيبه قلبي وعمري ورفيق الدربي بجد هي البرفيوم بتاعه توداي تومورو اولويز ذس لاف من ايفون. خلصت حبيبه قلبي، وطبعا طلبت غيرها. اللي شاف فيديو المشتريات اللي فات من تخفيضات ايفون، طبعا طلبت غيرها من عند شهرزاد، وطبعا شهرزاد بتديكوا يا جماعه خصومات على حاجات ايفون 15%، تمام؟ غير اصلا ان اوريدي كان عليها خصم، فتقدروا تروحوا تجيبوها من عند شهرزاد. خطيره خطيره، وكل ما تخلص هجيبها واجيبها واجيبها حبيبتي. اكسجين بالنسبه لي يا جماعه، خطيره. نيجي بعد كده للمافالا سيرم للحواجب والرموش. بصوا يا بنات، ده خلصان لغايه اخر قطره، تمام؟ خلصه كله. للامانه انا مفيش منتج استخدمته للحواجب والرموش لقيت منه النتيجه دي على رموشي او حاجبي، او على الاقل بيحافظ لي عليهم من التساقط او من الفراغات، بيطول لي رموشي. مفيش منتج بصراحه استعملته زي المنتج ده، خطير خطير، واوريدي كان عندي منه ستوك، انا بجيبه من عند سالي ستور. وخلي بالكم ان المنتج ده فيه منه للاسف مضروب، وهو غالي مش رخيص، فلازم تجيبيه من مكان موثوق عشان تبقي دافعه فلوسك وانت مطمنه. فزي ما بقول لكم انا بجيبه من عند سالي ستور. نيجي بعد كده الكريم الليلي بتاع كليو من المجموعه الجديده بتاعتهم اللي اسمها كليو يوس، او مجموعه الشباب يعني، او الانتي ايدجنج، تمام؟ ده انا خلصاه وقصيته، فاضل البص منه تلحيسه جوه كده، فده كان حلو جدا جدا. مش هرمي التلحيسه والله، هاخدها برضه هستخدمها. كان حلو جدا جدا، حبيته قوي. ده بيستخدم بالليل، بحس ان هو بيشد البشره، خفيف على البشره على فكره، خفيف كده مش تقيل، لا خفيف على البشره. البشره بتشربه، بيدي كمان البشره حته جلو كده خفيفه. لكن زي ما انا قلت لكم في الريفيو بتاع المنتجات ديت، لو انت واحده وشها حساس جدا او في اي التهابات بلاش تستخدميه، عشان في مواد فعاله قويه حلوه بصراحه، انا بحبه جدا، ف برشحه لكم وبشده. اللي بعد كده الباتشات الكوريه بتاعه كوزريكس، اللي هي دي اللي بتتحط يا بنات على الحبايه. بصوا تيجي كده اهي، يبقى ده شكلها، مش عارفه هيبان لكم ولا لا. بصوا بتبقى بتاعت، هي شفافه طبعا، بصوا اهي، بصوا شايفين شايفينها، بتبقى بتاعت مدوره كده باحجام الحبايه، في صغنن وفي كبير، ربي يكون باين لكم، صعب يبان قوي بس يعني بحاول اوريكم. بتتحط على الحبايه المليانه امراض بيضة عشان تفضيها وتخليها ان هي تنشف بسرعه. انا ما بقدرش استغنى عنها يا جماعه، وخاصه ماركه كوزريكس، خاصه ان جربت ماركات تانية ودايما برجع لكوزريكس. بصوا يعني مش محتاجه اتكلم دي خلصانه ودي خلصانه ودي فيها، وعندي واحده لسه مقفوله. فعليا تحفه جدا جدا، وبجيبهم برده من عند سالي ستور، من عند استريلا، هتلاقوهم فظاع. نيجي بعد كده للاكني كلير سبوت من اين ليب، تمام؟ ده شكله، ده المفروض ان هو يا جماعه بيتحط على الحبايه كده عشان ينشفها، سبوت بتحطيه مش كريم للوش كله، لا بيتحط بس على الحبايه عشان ينشفها ويخليها تعمل هيلينج بسرعه. للامانه الشديده بلح، ملوش اي ثلاثه لازمه، بيعملش اي حاجه خالص، ملوش اي افكت، وعمري ما اجيبه تاني، وطبعا مرشحوش. اللي بعد كده نفس يعني نفس المنتج، مش نفس المنتج يعني، نفس اللي بيعمله المنتج اللي فات اللي هو دوت، بيتحط على الحبايه. ده بقى من سان باي مي، طبعا كنت عامله لكم عنه ريل على الانستجرام كامل لوحده، اللي هو اسمه سوبر ميريكل، اللي هم بيقولوا عليه المعجزه. وده كان بيتحط برده على الحبايه، وعلى فكره كان ليه بوس كده بس اتقطم مني يعني، شوهته. البتاع ده بقى ليه كذا ميزه. اول حاجه هو فعال فعلا، كنت بحس فعلا ان هو بينشف الحبايه، بياخد وقت شويه بس فعلا كان بينشفها وكان بيقشرها، كان حلو جدا. وكان جل كمان ملوش لون، لان كان في بتاع ذا انكي ليست كان ليه لون، تمام؟ لكن ده جل ملوش لون، زائد ان حجمه كبير جدا، هو اكبر واحد فيهم تقريبا 30 مللي، فهو كان كبير زي ازازه الفاونديشن كده. فطبعا لو لقيتيه جيبيه لانه كان تحفه، وكنت جايبه من عند سالي ستور على فكره. المرطب بتاع سكين سايد، واسفه طبعا لان انا قصاه زي اخواته،
من احلى 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 المرطبات اللي موجودة في السوق المصري حاليا، ارشحها لك ايا كان نوع بشرتك. خطير 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 بجد يا جماعة. انا بحب المرطب ده جدا، يعتبر هو والمرطب بتاع انيو اللي هو بتاع ايفون اللي هو الهايدرا برو من اكتر المرطبات اللي انا بحبها الفترة ديت في الاسواق عامة، ده وبتاع ايفون تحفة. الحقيقة يا بنات ان لسه في حاجات تانية انا خلصتها، بس حاسة ان الفيديو طويل قوي فهحوش عليهم حاجات تانيين وارجع اعمل لكم فيديو كمان. لكن الحاجة المهمة اللي انا عايزة اقولها لكم بجد بجد يا جماعة لازم تعملوها، كل الحاجات اللي خلصتوها دي لازم تبوظوها قبل ما ترموها. ما ينفعش ترموا الازازة او العلبة زي ما هي كده كاملة عادي جدا من غير ما تبوظوها، لان في دلوقتي وحياة ربنا في عصابات بتاخد الحاجات دي من الزبالة وترجع تملاها منتج تاني وتبيعهولك على اساس ان هو منتج اصلي. وخاصة السبلاشات والحاجات اللي بتبقى ماركات اوريجينال اللي بيبقى عليها السيريال نمبر الاوريجينال زي بتاعة باثم بودي، ياما ناس اتضحك عليهم. اللي متابع الانستجرام معايا كان شاف مينو اتضحك عليها هي وقريبتها في مبلغ كبير قد ايه، ان هم اشتروا حاجات على اساس ان هي اوريجينال وطلعت الحاجات دي والمفروض ان هي على خصومات ومش عارفه ايه، وطلعت ان هي حاجات اعادة تعبئة من تحت الرصيف، بياخدوا المنتجات الاوريجينال من الزبالة وياخدوها ويعبوها اي منتج تاني غير المنتج الاصلي ويبيعوها لك تاني باسعار جامده جدا، وقال يعني ان هي عليها خصومات. فما تساهميش ان حد يضحك عليه، ما تساهميش ان انت في يوم من الايام يضحك عليكي، والحاجات دي لازم تبوظوها قبل ما ترموها، لان انت هترجعي للسيلر تقولي لها لا دي مش نفس الريحه، دي بايظه، دي متعبيه، هتقول لك لا اتاكدي من السيريال نمبر، هتتاكدي من السيريال نمبر هتلاقيها ان هي اوريجينال، لكن هي اوريدي مش اوريجينال، هي بس واخده الباكج الاوريجينال. فحاجه زي كده هتبوظيها ازاي؟ اول حاجه ترمي الغطا في حته والعلبه في حته ثانيه في زبالات مختلفه، ثاني حاجه بوظي البتاع دي، ثاني حاجه العلبة نفسها اضربيها بمقص او حتى سيحي حتة منها على النار بحيث ان محدش يقدر يستخدمها بعدك تاني. كل الحاجات البلاستيك دي قصوها يا بنات، قصوا كل الكلام ده تقصوه ما تسيبهوش ابدا. لو ازازة ازاز اكسريها، ما تخليش حد يستخدم الحاجات دي بعدكوا تاني عشان في نصابين كتير جدا. ولو انت حد ما بيفهمش في المنتجات هيضحك عليكي بكل سهولة، فكان لازم اقول لكم على الموضوع ده ضروري عشان افيدكم وافيد نفسي وافيد غيري، لان في ناس بيتضحك عليها حتى وهي عارفة هي بتعمل ايه. النصابين ما لهمش دين اقسم بالله.